السلام عليكم متابعينا، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وعافيه. اليوم تغطيتنا عن لاند كروزر جي اكس ار جراند تورينج 2020 بعد الاضافات والتحسينات الاخيره. سعر السيارة 260 ألف ريال سعودي شامل ضريبة لوحات لا يشمل التأمين، ضمان السيارة 3 سنوات أو 100 ألف كيلو أيام ما أسبق، سيارة وارد سعودي. واجهة السيارة وأبرز المواصفات، بداية بلد نهاري متوفر على السيارة. الإنارة الأمامية بتكون عدسات منفصلة العالي عن الواطي، الواطي بيكون LED والعالي بيكون هالوجين. كشافات ضباب أمامية متوفر وغسيل شمعات وحساسات أمامية، وأيضا يتوفر في السيارة كيت أمامي. من الجنب بداية بفول تانك السيارة 138 لتر، صرفية السيارة 8.8 كيلو بلتر بنزين واحد، بتحسن عن موديل 2019 بمقدار 400 متر. نوع البنزين 95، مقاسات الجنوط أو الكفرات 285 على 50R20، الجنطة الأكبر على لاند كروزر، مقابض الأبواب بالكروم، حناية العفش بالكروم، وأيضا كروم أسفل الأبواب. بيكون عندنا عتب جانبي والدخول ذكي من جميع الأبواب. المرايات بتكون بلون السيارة مع لمسات كروم وغمازات على المرايات، وزي ما شايفين الجنطة الجديدة على موديل 2020. وأيضا كلمة لاند كروزر بتكون مضية على العتب الأمامي. من الخلف بداية بجناح موجود في السيارة، أسفل منه إنارة تحذيرية عند الوقوف. الإنارة الخلفية بتكون معانا LED في السيارة، كاميرا خلفية موجود، 4 حساسات، وهوك خلفي موجود في السيارة، وأيضا بيكون معانا في كيت أسفل السيارة. طبعا الشنطة كهرب، تقدر تفتح من الرمود بضغطة مطولة أو بضغطة من أسفل الشنطة. طبعا اللي تحت يفتح معانا يكمل لحاله، بينزل نزلة ناعمة. على اليمين موتور الهواء، وعلى اليسار مخرج طاقة. من الإضافات على موديل 2020 وجود إنارة في الباب أو في النصف الأعلى من الباب. طبعا الباب اللي تحت بيقفل معاك الشفط مجرد ما تحطه. طبعا تقدر تقفل بضغطة من هنا أو بضغطة مطولة على الريموت. أول ما يبدأ ينزل معاك الباب ما يحتاج إنك تعلق إيدك على الريموت، خلاص بيكمل معاك للآخر. محرك السيارة محرك 8 سلندر على شكل حرف V، تنفس طبيعي، حجم 4.6 لتر أو 4600 سي سي، واللي 304 حصان، وعزم الدوران 439 نيوتن، متصل مع جير اوتوماتيك تيبترونيك 6 سرعات. افتح السيارة، تكفيل، فاتح شنطة كهرب، تنبيه عن بعد، طبعا اكيد في تشغيل عن بعد. طبعاً عشان تطفي السيارة أضغط ضغطة مطولة، بس طبعاً في التشغيل بغالك تعلق مسافة حول 10 ثواني. الصف الثاني من السيارة بداية بمساحة الجلوس، نتكلم عن 5 أصابع بين المقعد الأمامي وركبة القاعد في الصف الثاني، طوله 178 سنتي، والكرسي الأمامي راجع إلى آخر شيء. زي ما شايفين عندنا شاشة بحجم كبير، ممكن تستخدم استخدام منفصل أو تربطها مع الشاشة الأمامية وتشاهد الشيء اللي شغال في الشاشة الأمامية. فتحات التكييف 4 فتحات. كمعلومة سريعة، الفتحات الأربعة اللي فوق على الصف الثاني والصف الثالث بيكون تحكمها عندنا من هنا، أما الفتحتين الموجودات أسفل التكاية الأمامية بيكونوا مشبوكات مع المكيف الأمامي، وأيضا عندك خيار أنك تفصله أو تشغله، يعني تقفله أو تشغله. تحت هنا عندنا شحن سريع 3.1، مخرج USB، تكاية في الوسط أو مسند مع مساحة تخزين، حملات أكواب أيضا متوفر في السيارة، مساحات تخزين هنا وأيضا على الأبواب متوفر، والمقاعد تقدر تخليها بطي 60-40 أو درجة 60-40. لاند كروزر جي اكس ار جراند تورينج 2020 من مقصورة الغيادة. بداية بيكون عندنا تخشيب باللون البني الغامق، لمسات الكروم، الروعة، تنظيم وترتيب الأزرار، الدركسون المطرز مع التخشيب باللون البني الغامق، كله متوفر في مقصورة الغيادة. طبعا الزجاج بالكامل بيكون معانا في الأوتو سنتر لوك وتأمين الزجاج. طبعا الدركسون تلسكوبي ولكن على مرحلتين، من هنا والثانية من هنا. الإنارة طبعا يتوفر فيها وضعية الأوتو. طبعا على اليسار بيكون عندنا أول زر التحكم بمستوى الإنارة، بعدها تقفل الإرباقات إذا كنت تأخذ أفرود، ومن هنا تطوي المرايات أو تخليها أوتو أو تخليها مفتوحة دائم. ومن هنا غسيل الشمعات وتشغل الحساسات وتفصل الحساسات، والتحكم بالمرايات كهربائي. بيكون عندنا التخشيب بلون مطفي هنا، وهنا عندنا التحكم بإضاءة العدادات، تقلل أو تزيد الإضاءة، ومن هنا عداد الرحلات. طبعا هنا في الأسفل بيكون عندنا نظام فتح الباب كهربائي من جوا، ومن هنا تقدر تمنع فتح الباب الخلفي أو تقفل الباور دور الخلفي. طبعا هنا عندنا التحكم بالشاشة الوسطية، شاشة المعلومات،
تقدر تنقل في المعلومات من هنا. وعلى اليسار هنا بيكون عندنا التحكم بالصوت والميديا بشكل عام يعني، ومن هنا البلوتوث، رد الاتصال، فصل الاتصال. طبعا مثبت السرعة موجود معانا تحت في الأسفل، والدركسون زي ما شايفين مطرز وجميل. طبعا بالنسبة للإعدادات أو الغايم عندنا بيكون المتوسط أو المتوسطات، وهنا صرفية البنزين والتنبيهات، وهنا مؤشر الإيكو أو موفر الوقود، وهنا السرعة الإلكترونية في السيارة. بعدها نمشي يمين بيعطينا تنبيهات عن السيارة، شوف الدركسون. بعدل معاك الكفرات هنا، لفيت يمين يسار بيعطيك تنبيهات على الشاشة. أسفل منها بيعطيك ضغط هواء الإطارات. يمين شوي بيكون عندنا التحذيرات، أي شيء، باب مفتوح، تزويد بالوقود، أي شيء. ومن هنا في الآخر شيء هو الإعدادات. طبعا زي ما شايفين سرعة اليمين، عداد 240، بنزين، بطارية يمين، حرارة موية وحرارة زيت على اليسار، ودوران المحرك والعدادات بشكل جميل. بالنسبة للشاشة زي ما شايفين الشاشة واضحة وجميلة، ولكن كاختلاف عن موديل 2019 لما تحط الريوس ويكون في شخص على اليمين تعطيك تنبيهات، تعطيك تنبيهات انه في شخص على اليمين، فرونت رايت، فرونت ليفت، يعني الاتجاه اليمين الامام، الاتجاه اليمين اليسار. دي كإضافات على موديل 2020، غير انه موجود عليها الـ AUX او الاكزيلري كيبل مع الـ USB موجود هنا، وعندنا الـ HDMI موجود ايضا، خرائط موجود فيها، بلوتوث موجود فيها، CD ايضا موجود في السيارة. طبعا المكيف اكيد مناخين بارد حار او مكيفين منفصلات، والتشغيل معانا اكيد بزر. طبعا الجير تكترونيك 6 سرعات. هنا بيكون عندنا نظام الدفع الرباعي، طبعا السيارة على الدفع الرباعي المستمر، تقدر تحول للدفع الرباعي التقيل. هنا عندنا التفاف الضيق 360 درجة، ومن هنا تشغل نظام الزحف، من هنا تتحكم بسرعة نظام الزحف من هنا. طبعا هنا كأزرار عندنا الديفلوك، بعد التراكشن، بعد التحرك بالسرعة الثانية. من هنا عندنا زر الايكو او الباور الاقتصادية او كامل القوة. من هنا بيكون عندنا حملات اكواب زي ما شايفين، تخشيب مطفي على السيارة. من هنا بيكون عندنا درج مع تكاية مع صندوق تبريد او ثلاجة. الشمسيات او الشماسيات عند السائق بيكون عليها مراية مع انارة، وايضا عند الراكب بيكون عليها مراية مع انارة. انارة في الوسط متوفر. من هنا التحكم بفتحة السقف، هنا بيكون عندنا جيب نظارة. بخصوص انظمة السلامة والامان المتوفرة في السيارة، بيكون عندنا مانع انغلاق، مانع انزلاق، توزيع الكتروني للفرامل، تماسك الكتروني للفرامل، ونظام الثبات الشهير من تويوتا VSC. ايضا بيكون عندنا حساسات امامية خلفية، كشافات ضباب امامية خلفية، عندنا كاميرا خلفية للرجوع، وعندنا نظام الان متطور في نظام الحساسات الامامية، بيعطيك تنبيه انه في شيء على اليمين او في شيء على اليسار. الارباقات معانا فل اكيد، حزمة الامان معانا كامل الركن، ومعانا نظام الزحف والديفلوك، ايضا يعتبر من انظمة السلامة والامان اللي بتساعدك في مناطق وعرة. حساسات ضغط الاطارات ايضا متوفر في السيارة. من الاشياء اللي حاب اذكر ايضا، عندنا سنتر لوك على باب الراكب الامامي. طبعا الانارة في الدعاسات تحت متوفرة على الصف الاول والصف الثاني ايضا في السيارة. تغطيتنا اليوم كانت من داخل معرض بلا حدود للسيارات. ارقام التواصل مع المعرض، اللوكيشن، كله راح يكون موجود في خانة الوصف. حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي ايضا راح تكون موجودة في خانة الوصف. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليوصلك كل جديد بالتنبيهات. ختاما ادعمنا باللايك، واقول لكم في امان الله.